أنا اسمي نايمان، عندي 23 سنة، رابعة تربية رياضية دلوقتي. كنت بلعب ألعاب قوى من زمان، من 16 سنة لعبت في الزمالك ولعبت في الترسانة، وبعد دلوقتي خدت كورس بي تي يعني من جولدز. بمرن في جيم من 2016 لحد دلوقتي، وشغالة زومبا من 2017. هي فكرة الزومبا قايمة على فكرة بارتي، إن الناس تحس إنها في حفلة، إن هي بتعمل حاجة فور فان تتبسط. بنشغل على الميوزك اللي احنا بنحبها، هي ليها قواعد وليها حاجات نمشي عليها، بس برضو المهم ان في الاخر الناس تكون مبسوطه. انا بعمل ايه عموما في الكلاس بتاعي عشان الناس تتبسط؟ اول حاجه لازم اشوف هما بيحبوا ايه، مش بيحبوا ايه، ايه الحاجه اللي هتخليهم مرتاحين مش متضايقين، مثلا لو في حد بيصور، لو في حد بيعمل حاجه، او ايا كان يعني المود اللي ممكن يضايقهم بنحاول نبعد عنه. انا النهارده كنت جايه عشان ارقص زومبا مع الاطفال ونمرنهم وكده، ونخرج منهم طاقة إيجابية، واليوم كان حلو جدا، وأولياء الأمور اشتغلوا معانا وكان يوم جميل. المشاكل عموما اللي بتقابلنا في المجال ده أغلب إن مثلا المكان يكون أوبن دور، إن المكان يكون فيه ولاد، إن البنات ما تكونش عارفة تاخد راحتها. بس الموضوع دلوقتي مختلف، إن إحنا ممكن نلبس لبس واسع، ممكن نشوف مكان يناسبنا إحنا. ناس كتيرة ممكن ما تكونش عايزة تشتغل، فيكونوا قاعدين بيتفرجوا ويخلوني أنا ما أكونش عارفة أشتغل، أو الناس اللي معايا مش عارفين يشتغلوا. الحاجات دي كلها المفروض انها اصلا ما تاثرش علينا، المفروض يعني نعتبر ان الشخص بس هو واقف لوحده في اليوم. طبعا نشكر هيرنيوز ان هي جت النهارده غطت معانا اليوم.